بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج كتير في الشغل بتاعنا ان احنا نعرف مساحة أوضة، مساحة مكان مغلق في أي مكان في الشغل بتاعنا. في ليزب بيساعدني على كده اسمه سي ار، بس ادعيه واكتب سي اي ار، بعد كده احدد نقطة في المكان المغلق. على سبيل المثال نقطة هنا، بلاقي فعلا رسم لي خط في المكان دوت، بيقول لي حط المكان اللي هكتب فيه التكست، بكتب واسحب لحد ما التكست يتكتب. مثلا أوضة زي ديت، بكتب سي ار، حدد نقطة، عليه فعلا مش على الحرف بالظبط، وابدأ اكتب التكست بتاعي. هنا برضو سي ار كتبت اهيت، وفر عليا وقت ومجهود ان انا امشي على كل المناطق، فده لازم بيوفر لي شغل جامد جدا. عمرو سليم.